يا حبيبي الله يستر. مرحبا. شو عم تعمل هون؟ ولا شيء، بس جبت لك معي كم شغلة. يعني ما في داعي تشتري شيء؟ مو محرزين، كلهم شغلات صغيرة، شاي وبسكوت وهيك شغلات. يعني شغلات بسيطة. ماشي، شكرا كتير إلك. أنا أجيت لحتى أعطيكي هدول وروح. لوين رايح؟ استنى أنا جاي فورا. تعال نوقف بشي مكان لأنه عن جد كتير ضايق خلقي. ها؟ انت بتعرف شو اللي مزعلني، بس انت شو بك؟ شو بده يكون فيه؟ ولا شيء. مو علي، انا بعرفك من وشك. شوفي قلي. بدر، تقدر انك تخبرني كل شيء، تثق فيني مو؟ لميس، انا بعرف انك كتير متضايق. قلي بدر، شو بك؟ في مشكلة بشغلك؟ يعني انت بتعرف همومي كله، انت معي دائما، خليني شاركك همومك. شو صاير؟ شو رح يكون أسوأ من وضعي؟ لميس، ما بدي حملك همي. شو القصة فهمني؟ في شي أكيد بس ما بدي أحكي. لميس، ما في شي ما له حل، خلص لا تقلقي. أنا عم بالغ، هو ما له شي بيستحق ينحكى فيه، كل شي منيح. تمام، أنا ما بدي إياكي تاكلي هم. شي مادي؟ صرفت مصاري كتير الفترة الأخيرة، اشتريت بيت وغراض وبجوز اتدينت. أنت المفروض ما تنزعج إذا هيك القصة، يعني بدي اياك تكون مطمن. انا معي مصاري، مع انه دين لهدنك اللي خطفه عصمت، بس منحلها. لا تهتم بهيك شغلات ابدا، بعدين منقول لاخواتي والا ما نلاقي حل. تمام، مو وقت. إذا ما قدرت لاقي حل لمشكلتي رح اجي لعندي. انت كيف فيك تكوني منيحة هيك؟ فعلا من حسن حظي انك معي، انت وكمان كل اخواتك.
أخبرتك أنا؟ مو كتير. إيه يلا لكان أمي. معقول تبردي وما تحكي؟ يلا اطلع. ما شفنا غير لميس. شلون قدرت تضل بعيدة كل هالوقت؟ والله ما بعرف. ها؟ ليك عم تتصل. أهلين أختي، كيفك؟ إيه أحمد، شو عم تعمل؟ حكمة إجا؟ وفكرتنا؟ إيه طبعاً أختي، ممكن تهدي شوي رؤي، راح أحطك على سبيكر رؤي. ها، أنت على سبيكر، احكي هلا. مرحبا. إيه أهلين أختي. أنت إمتى جيت من الدكان حكمة؟ من شي ساعة ونص. وفكرتنا؟ إيه نام. أنا حافظة حركاته كلها. فكرت يلا نام حبيبي، لا تعصبني، بكرة عندك مدرسة. تمام يلا. أحمد؟ قولي أختي شو بدي؟ أنت وين كنت لما أنا أجيت اليوم على البيت؟ أنا كنت بالحارة. إيه، خبرني المرة الجاية. تمام. يلا ناموا بسرعة، عندكم مدرسة بكرة، بكفي سهر. أختي؟ والله مو مصدق، شلون عرفتي؟ معقول عم تراقبينا؟ إيه طبعاً، أنا فوق راسكم دائماً، لا تنسوا بنوبها. أحمد اترك هذاك الكتاب. ليكون هالتليفون له كاميرا مخفية. لك يا شباب، معقول لميس حاطة شي كاميرا هون بالغرفة؟ يلا يا شباب، انتوا التهيتوا كتير. بحبكن يا أولاد، وكمان اشتقت لكم والله. يلا تصبحوا على خير. عن جد شكرا بدر، دائما معذبتك معي. انا اللي لازم اتشكرك. صحيح انت ما عم تخبرني همك، بس انا معك مثل ما انت على طول معي. وطبعا انا بسمعك اذا حبيت تخبرني. بعرف، وبعرف منيح. تصبح على خير. تلاقي الخير. يمكنك الاشتراك في قناتنا لمشاهدة المزيد من مقاطع الفيديو وتشغيل الإخطارات لتكون أول من يشاهدها.